بين الفريقين العريقين الأهلي والتحدي في قمة مرتقبة تعد بالكثير. لقاء اليوم يجمع الفهود التحدي الطامح لوضع حد لنزيف النقاط المستمر والبحث عن انطلاقة جديدة والتقدم نحو المناطق الآمنة على لائحة الترتيب، والأهلي صاحب المشوار الطويل والنفس الطويل الساعد، مساعد أول الدولي صلاح الحاسي، مساعد ثاني رمزي قاري، حكم رابع محمد نبوس، والمراقب مساعد الدولي السابق عاشور سليمان. إذا انطلق اللقاء. نظرا عن وضعية ترتيب الفريقين، ديربي له حضوره، ديربي له جمهوره، ديربي له ذكرياته، ديربي له نجومه، ديربي له أبطاله، ديربي كبير له تداعياته، ديربي له قيمته التاريخية في تاريخ الكرة الليبية. إذا أجيال وراء أجيال مرت من هنا. ومدرب فريق التحدي البوسني إيغور ريبيديتش. حوار جوار داخل أرضية الملعب، وأيضا حوار جوار خارج خطوط الملعب بين المدربين. إذن النيجيري إفيونغ في حوار بينه وبين حسن المجبري، والمجبري وينجح حسن المجبري، ينجح حسن المجبري في هذا الحوار وينقذ مرماه من هدف مؤكد من علامة الجزاء في قمة الأهلي التحدي. أمامنا بورقيقة ترجع من جديد، تعود لصالح فريق الأهلي عن طريق همام، تبقى السيطرة لصالح فريق الأهلي في هذه الدقائق. كرة ملعوبة، فرصة، فرصة هدف، فرصة هدف ضاعت على فريق الأهلي من ربع ساعة تقريبا من صافرة البداية. هذه إعادة لركلة الجزاء لإفيونغ والتصدي الناجح لحسن المجبري في انتظار أن نشاهد اللقطة الأخرى اللي أتيحت لفريق الأهلي. شفنا حسن المجبري كيف يلقى التحية من زملائه. هذا الديربي الكبير، ديربي الأهلي والتحدي، ديربي البطولات والألقاب، سبع ألقاب موجودة فوق أرضية الميدان، أربعة منها لفريق التحدي، أربعة منها لفريق الأهلي، وثلاث ألقاب لصالح فريق التحدي. هذه المحاولة الأخيرة، قلنا الأخطأ حسن المجبري في تحرير الكرة. شوفوا متابعة إفيونغ للمرة الثانية، سوء الحظ لعانة إفيونغ، والتصدي كان ناجح أيضا من لاعب فريق التحدي جونيور. يلعب كرة داخل منطقة الجزاء لكن الكرة تضيع. محاولة رأسية كانت من إفيونغ. عود من جديد لصالح فريق التحدي، ناحية الجهة اليسرى، هجوم لصالح فريق التحدي، كرة مرفوعة داخل منطقة العمليات، يبقى الخط القائم باتجاه أحمد العبار. جونيور يخطئ فرصة لصالح فريق الأهلي، كاد أن يخطئ جونيور والتدخل وحكم لقيات الأسبقية. بورقيقة داخل منطقة العمليات وفرصة لكن الكرة تغادر. رأسية كانت من النيجيري إفيونغ. شوفوا الإعادة من جانب آخر. يبحث عن الأهداف ويظفر بنقاط المباراة. الأهلي قلنا للحفاظ على انطلاقته القوية هذا الموسم بعد خمس انتصارات متتالية، والتحدي في رحلة البحث عن نقاط جديدة تؤمن حظوظ الفريق في التواجد دائما في الأماكن الآمنة على سلم الترتيب. وأمامنا العراقي همام في ظهوره الأول، في حسن المجبري اللي قلنا تعلق في الشوط الأول وتصدى لركلة جزاء إفيونغ. تعود الكرة سريعة من بلعم، يلعب كرة سريعة، فرصة وركلة جزاء. أكرم زوي اللي قلنا يقدم في موسم مثالي بعد ما أهدرت الركلة الأولى من جانب النيجيري إفيونغ وتصدى لها حسن المجبري في الشوط الأول. هنشوفوا حوار آخر، شوفوا المرور الممتاز كان والاستحواذ على الكرة بشكل ممتاز أيضا من أكرم زوي بكل حرفية، استطاع أن يتعامل مع هذه الكرة طريقة ممتازة. التبريرة كانت طبعا من عبد الله بلعب بشكل ممتاز أمام انطلاقة أكرم زوي، وركلة جزاء لصالح فريق الأهلي في وقت مبكر من انطلاق صافرة البداية بالنسبة لزمن الشوط الثاني. الجويني وهدف، إذن هدف لصالح فريق الأهلي عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف التونسي البديل هيثم جويني بإحراز الهدف الرابع في مسيرته الجديدة مع فريق الأهلي، مسيرته الاحترافية بهذه الطريقة من على علامة الجزاء.
محاولة مرور. حكم اللقاء يعطي الأسبقية لصالح استمرار اللعب، تعود من جديد لصالح فريق الأهلي، ولكن فيه راية مرفوعة. محسن الأوجلي يلعب كرة داخل منطقة العمليات، لكن ترجع من جديد، يبقى الخطر قائم لصالح فريق التحدي. فرصة وهدف، إذن هدف التعادل، هدف التعادل لصالح فريق التحدي عن طريق هداف الفريق أحمد مكاري. أحمد مكاري هداف فريق التحدي. شوفوا بهذه الطريقة، شوفوا التمركز، التمركز كان داخل منطقة العمليات خالي من المراقبة تماما. مكاري استطاع أن يعدل النتيجة لصالح فريق التحدي بهذه الطريقة من لمسة واحدة رأسية استقرت داخل شباك مراد الحيشي. حسني إيغور مدرب فريق التحدي. همام يلعب كرة سريعة وهجوم سريع لصالح فريق الأهلي، وفرصة هدف، فرصة هدف ضاعت، فرصة هدف ثمين ضاعت على فريق الأهلي. شوف كيف الانطلاقة كانت من الجويني، كاد الجويني أن يحرز هدف ثاني لفريقه، لكن الكرة غادرت، فرصة ثمينة أتيحت لفريق الأهلي لاستعادة النتيجة وبهذه الطريقة، لكن الكرة ذهبت بعيدا من الشوط الأول. وأمامنا سالم التورغي مدرب مساعد لفريق التحدي، الحفاظ على هذه النتيجة ويبقي على هذه النتيجة على حالها التحدي مع الاعتماد على المرتدات. تعود مرة أخرى لصالح فريق الأهلي عن طريق همام. بورقيقة مرة أخرى بلعب، لكن ترجع من جديد، محاولة من جديد، لكن مراد لوحيشي، مراد لوحيشي في توقيت ممتاز. شوفوا الإعادة، تسديدة كانت قوية من جانب لاعب فريق التحدي عصام عبد الهادي. ركنية في التنفيذ بورقيقة، وخمس دقائق أخيرة، وهذه فرصة لصالح فريق الأهلي عن طريق أكرم الزوي. ترجع من بلعن وكرة ملعوبة، هدف ثاني، هدف ثاني لصالح فريق الأهلي، هدف ثاني لصالح فريق الأهلي عن طريق البديل هيثم الجويني. هيثم الجويني مرة أخرى، هيثم الجويني البديل ينجح في إحراز الهدف الثاني، هدف الفوز الثاني. بالبديل هيثم الجويني كان هو كلمة السر في هذه الأمسية بهذه الطريقة. الكرة مرفوعة من عبد الله بلعب، خرج من مكان غير منظور، من مكان غير مرئي بالنسبة لمدافعي فريق التحدي. هيثم الجويني براسية وضع الكرة داخل شباك فريق التحدي ليعلن عن هدف الفوز الثاني لفريق الأهلي قبل أقل من خمس دقائق أخيرة. تفصلنا عن نهاية زمن الشوط الثاني واللقاء من هذه القمة الكبيرة ومن هذا الديربي الكبير، الديربي القديم اللي أصبح يتجدد في كل موسم، ديربي الأهلي والتحدي، ديربي الألقاب والبطولات. قلنا في بداية المباراة أن ديربي الأهلي والتحدي لا علاقة له بترتيب الفريقين، حتى وإن كان الأهلي متصدر والتحدي متأخر على صعيد الترتيب، يبقى ديربي التحدي ديربي كبير، ديربي له تاريخه، ديربي له جمهوره، ديربي له ذكرياته، ديربي له بطولاته، ديربي له نجومه، ديربي له أهدافه الحاسمة، ديربي له قيمته التاريخية فعلا. كنا الكثير من النجوم والأسماء الكبيرة تحتفظ بأجمل وأروع الذكريات من خلال هذا الديربي الكبير اللي مر من خلاله، مر من هنا العديد من النجوم الكبار على مر التاريخ. وهذه ركنية لصالح فريق التحدي، ترجع من جديد، لكن المتابعة حاضرة والكرة إلى ركلة مرمى لصالح فريق التحدي. إذن لم يعد هناك الكثير من الوقت اللي يفصلنا عن نهاية زمن الشوط الثاني واللقاء، وهذه إعادة للمحاولة الأخيرة لفريق التحدي للعودة للمباراة وتعديل النتيجة. كرة غادرت عن طريق اللاعب البديل لفريق التحدي.